الرحيم. مالك يوم الدين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما بلاش خمرة بقى وإحنا بنقرأ قرآن. أنت عايز إيه؟ مش أنا اللي عايز، أنت اللي عايز حسب ما أرنولد فهمني. ولا يكونش الواد ده خاين وبيلعب بديله؟ بس صعب يبقى خاين، بدليل إن أنا قدامك أهو. بقى يا راجل، عايز تدفع فيها 2 مليون؟ أنت عارف أرنولد بيطلع معايا الـ 2 مليون دول في قد إيه؟ في أقل من سنة. حاكم أنا سخي قوي مع رجالتي، ما طلعتش غشيم زيك وكلت لوحدي. اشتريتهم في نفس اليوم اللي أنت بعتهم فيها سالم. سالم؟ خير؟ أنت عايزني أنعم عليك بالبهوية وأنت عايز تقتلني؟ أنت عايز تقتلني يا سالم؟ قبل ما تقتلني أنت، أصل الأرض ما تسعناش إحنا الاتنين. صح، كتير على الناس اتنين أوساخ زينا، ولو إن وساختي ما تقارنش بوساختك خالص. يا نهار أبيض، تخيل حتى الوساخة فيها علي واطي. بس الحق اتقال برضه عشان ما اهضمش حقك. انت علمتني اللي ابويا معلمه ليش؟ انت ابويا الروحي في الوساخة يا سالم، زي ما انت ابو سماح. البنت اللي كنت عايز تزنقها وتتحرش بيها هنا تبقى بنتك. انت بتخرف بتقول ايه؟ انا ما بخرفش، انا بس بوريك وساختك هتوديك لحد فين. سمحت بقى بنت نجاة، الشغالة الغلبانة اللي ضحكت عليها زمان وكلفت عجمي عشان يخلص منها. عجمي بقى عصى أوامرك وما خلصت عليها. عارف ليه؟ عشان فنجان ما هيتحقق. أهو كده سماح تعتبر من صلبك. أي نعم هي مش هتخلص عليك بنفسها، بس هي هتشهد إن أنا كنت معاها ساعة ما أنت انضربت بالنار، وأنت الحمد لله ما قصرتش في حاجة. ميت نجس بخمرتك. بشير! 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 مش هيسمعوا. سماح عاملة حفلة تحت ومعلية المزيكا على الآخر. طب وأنت هتستفيد إيه بقى لما تقتلني؟ يا راجل، مش أنا بس اللي هستفيد، ده مصر كلها هتستفيد. هتستفيد إن الوسخين قالوا واحد. ده سليمان بقى كان عنده حق انه يخونك. تصدق وتأمن بالله، انا اول ما جيت هنا كان كل همي لقمه ومطرح يتويني. بس على ايدك يا بابا، المطرح بقى قصرك ده، واللقمه بقت اللي في بقك. انت عداد عمرك فاضل له ثواني ويقف يا سالم. نفسك فيا قبل ما تموت؟ أشوف ابني. اسكت، مش مطلعش ابنك. أمال ابن مين بقى؟ لا، مخك ما يروحش شمال. الحكاية كلها إن هي بدلت البنت بولد. أنت خلفت بنت يا سالم مش ولد، وعشان ربنا كان بيحبها مرضيش إن هي تتربى يتيمة أو تعيش بعار إنك أبوها، فخدها عنده. يا خسارة، حتى الأمنية الوحيدة اللي أنت تمنيتها مش هتتحقق. دي نوايا بقى. تدفع كام وسيبك تعيش؟ إيه اللي أنت عايزه؟ أنت عارف أنا عايزك تعيش ليه؟ مش مهم، المهم إني أعيش. أنا عايزك تعيش عشان تحس بطعم إن واجه مش ابنك، وإن بنتك من ريهام ماتت، وإن بنتك اللي من صلبك كنت هتتحرش بيها، وإن سيد بشرية هو صاحب الفضل إنك عايش. أنا عايزك تعيش عشان تتذل يا سالم زي ما ذلت ناس كتير. موافق. وأنا كمان موافق.
هتسيبني أعيش؟ هسيبك تنزل. شيل أول طلقة عشان عصبي. يا راجل ده أنا فاكر. كنت متأكد إنك وسخ. ضيعت آخر فرصة ربنا إداها لك عشان تعيش يا سالم. أنا مش هعيش عمري كله مستني طلقة في ظهري منك. وأنت اللي قررت إن واحد في الناس ما يعيش. هو ده اللي أنا عايزه. صمتك على مسدسك. وسيب الباقي عليا. وليك عليا أكتب لك جواب انتحار بخطك. خلي الناس تترحم عليك بدل ما كانت هتدف عليك.